تحية سام كيما، وماذا نرى لسام كيما الذي ما زال يتداول القوة في مستويات ال 12 جنيه ونص؟ وأعتقد دي منطقة الفيصل بالنسبة لنا، كسر المناطق دي تحول النظر إلى سلبية، ولكن أنا عندي منطقة تانية لازم أكسرها وأستقر فوق منها. المنطقة دي منطقة العنق بالنسبة لي، اللي هي عند مستويات ال 13 جنيه و70 قرش أو 13 جنيه 75 قرش. طالما سهم قيمة تحت هذه المستويات تظل النظرة السلبية قائمة ويكون هذا السيناريو المتاح. احنا لو لاحظنا لقينا نفسنا عملنا واحد اتنين، ده كله كان تلاتة، تراجعت باربعة وعملت الموجة الخامسة، وحاليا صعدت على شكل A B C. هل هستمر واعمل طلع التاني ولا هل هستمر في الانفجار؟ ما زالت المنطقة دي منطقة مهمة جدا، اللي هي مناطق ال 12 جنيه ونص او 12 جنيه و70 لحد مستوى 12 جنيه ونص. معنى ان كيما فضل محافظ على المناطق دي سيظل كيما النظرة لها ايجابية، معنى انه ما قدرش يحافظ عليها ببساطة هاخد نفس طول الضلع ده تاني هبوطي، ومش شرط اخد نفس طول الضلع، ممكن اخد نسبة أقل منه، ولا نفس رايح عند مستويات 9 جنيه و65 قرش. أنا ما بخوفكش من السهم، ولكن خلينا نحط كل الاحتمالات. لو بصينا للتصحيح بتاعنا اللي احنا عملناه هنلاقي نفسنا كمان واقفين عند مناطق ال 61 فيبو، ودي بتشكل لنا مناطق مقاومة قوية جدا، أنا كل ما برتد منها بوصل بقوة وبتراجع. طيب لو رحت بقى على فريم 5 دقايق واشوف النظرة، احنا ما زالت النظرة ايجابية للمرة المليون، قلنا طالما احنا فوق مناطق ال 12 جنيه و60 قرش اللي ال 12 جنيه ونص اللي بتنزل بتمثل لينا مناطق دعم قوية جدا، كسر المناطق دي تحول النظرة عندنا إلى نظرة سلبية. طيب هل كيما ممكن يصعد؟ اه كيما ممكن يصعد، كيما ممكن بمنتهى البساطة يديني نفس طول الضلع ده تاني مرة تانية من المستويات دي، هذا متاح مش متاح، ولا نفس رايح لمستويات ال 14 جنيه و15 جنيه. واوضح برضو الفكرة، لان انا ممكن يكون عندي نموذج تصحيحي ونموذج التصحيحي ده يمتد الى مستويات ال 78 فيبو كمان، يعني ممكن يصعد لحد مستويات ال 14 جنيه و40 قرش. يعني بمعنى صح انا عايز اكسر المستويات دي اللي هي ال 13 جنيه و75 قرش الى مستويات ال 13 جنيه و60 قرش، اللي هي المناطق 13 60 لحد مستويات 13 75. انا عايز السعر يصعد وبقوه فوق المناطق دي عشان اقول ان كيما مستمر في الاتجاه الصاعد ويستمر في الاتجاه الصاعد، غير كده سنظل تحت ضغط مناطق ال 13 جنيه 75 قرش، وممكن نشهد هبوط اخر لهذا السعر ويكون عامل لي بمنتهى البساطه ايضا صعود على شكل A B C، وبعد كده اكمل في الاتجاه الصاعد تاني. طيب لو انا مشتري كيما من مستويات ال 11 جنيه الى مستويات ال 11 جنيه و40 قرش، اعتقد ان انا بفضل قاعد، ولو حصل هبوط اخر بعزز، او ممكن اجني ارباحي واستنى هيكله الهبوط القادم وبعد كده احدد ان كنت هدخل مره تانية ولا لا. لكن انا شايف لازم اكسر مستويات ال 12 جنيه 75 قرش وبقوه. ولو رحنا على فريم الخمس دقائق تاني هنلاقي فيه زخم شرائي قوي، ولكن انا عملت دوره سعريه حتى في المستويات دي ما زلت بصحح. انا ببص بمنتهى البساطه كمان للمناطق دي، انا لو كسرت مستويات ال 13 جنيه و10 قروش انا هخرج، مش هستنى، لان ساعتها هيكون ما حافظليش على مناطق البيجز فور اللي بتعزز القوه، فبالتالي هيكون في تصحيح عمق، وبعد كده ابص هروح ارجع تاني وابص على المناطق دي. ولكن ما زلت شايف ان قيمه في المناطق الحاليه لسه، حتى انا لو لاحظنا عندي تصحيح نزل على شكل خماسي اهو، يعني لو لاحظنا لقيت تصحيح نزل 1 2 3، عملت اي بي سي 4 وهعمل 5، فمعنى كده ان انا عندي صوت تصحيحي ما قبل تكملة الاتجاه الهاب التاني، واشوف بعد كده النظرة بتاعتي شكلها ايه. ومازال قيمة طالما تحت مستويات ال 13 جنيه 75 قرش تظل النظرة له سلبية، وبالتوفيق.